بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبعا توقفنا في الدرس السابق في بيئة النت بينز، وعرفنا بعض النقاط الأساسية في البيئة، وشفنا الكود اللي ظهر بعد ما أنشأنا المشروع كما ظهر أمامك. طيب احنا نبغى نعرف ايش تفاصيل هذه الشفرة وايش مفهومها وما الى ذلك. عشان كذا احنا حنترك الملف هذا مؤقتا وحننشئ ملف لكلاس جديد في نفس المشروع. عشان كذا خلينا نروح لبروجكت، اضغط على جافا، اتأكد انه جافا هي المشروع الاساسي او الرئيسي. اختار هنا اذا ما كانت بولد، اذا ما كانت عريضة زي ما ذكرنا بالزر اليمين، واضغط على اللي هو اختار، حتجيك زي كذا set as main project. بس هو عشان main project يقول لك هنا unset as main project. على العموم اضغط عليه بالزر اليمين new java class. الان حيطلع لك الفورم هذا. احنا نبغى نسمي الكلاس ايش؟ car. جميل، car. الان هو حيسألك على الباكج. احنا عندنا الباكج اسمه java course، بعدين حنعرف ايش يعني باكج. اختارها، finish. لاحظ ايش اللي حصل. انشئ ملف، احنا سمينا الكلاس كار، واحنا قلنا انه اسم الملف لازم يكون بنفس اسم الكلاس. هو انشئ ملف، لاحظ هنا كار دوت جافا. جميل، الان اعطانا مجموعه اسطر. اللي ابغاك تلاحظه، اللي ابغاك تلاحظه في الموضوع، لا عفوا، اللي ابغاك تلاحظه هنا انه انشئ ملف فيه محتوى كبير. اللي يهمني هنا الجزء هذا public class car. احنا ذكرنا انه انت لازم تبني جدول وفي له الاتريبيوتس وفي له الاكشنز. هنا كانك سويت جدول اسمه كار زي ما ذكرنا الكلاس بالحركه هذه. هنا كانك بدات الجدول. احنا قلنا انت تنشئ الكلاس وبعدين تنشئ منه نسخ اوبجكتس كائنات. جميل، فانت لازم الان تشرح هنا في المكان هذا، تشرح الكلاس كار، يعني الكائنات اللي بتخرج من هذا الكلاس كيف حيكون شكلها، ايش المتغيرات اللي بداخلها، وايش الدوال اللي بداخلها. احنا قلنا انه الكائن في الكمبيوتر عباره عن مجموعه من المتغيرات ودوال، والدوال اذا الداله، ايش الفرق بين الداله والميثود؟ الداله والميثود يقول لك الداله اذا جات بداخل الكلاس تسمى ميثود، الداله اذا جات بداخل الكلاس تسمى ميثود. فصار عندي الكلاس وعبارة عن مجموعة من ايش؟ مجموعة من المتغيرات والدوال. هذا الملف بالكامل تعال عند كار، بمجرد ما تدخل هنا انت الان بداخل القوسين هذه قاعد تشرح للكمبيوتر نوع الكائنات اللي هي كار، الكلاس كار والكائنات اللي بتطلع منه. يعني لما نعرف مثلا 10 متغيرات هنا، بعدين هذه المتغيرات والدوال ايش معناها؟ لما نعرف هنا الخصائص واعرف الافعال بداخل الكلاس هذا، انا هنا شرحت للكمبيوتر قلت له ترى الكائنات اللي نوعها كار هذه مواصفاتها. فصار الكلاس عباره عن وصف للكائنات زي ما ذكرنا، وانها حتاخذ نسخه منه. فانت ايش وظيفتك كمبرمج بعد ما تبني الكلاس؟ خلينا نمسح، اترك كلمه بابليك حشرحها. بابليك كلاس كار، لاحظ، شوف الان انت فتحت الجدول على اساس انت بتشرح للكمبيوتر، بتقول له ترى اي كائن نوعه كار حتكون في المواصفات التاليه وتسردها. فصار الكلاس عباره عن خريطه للكائنات، هذه هي الفكره الاساسيه. جميل، الان ايش بقيه النواتج هذه؟ حنشرحها ان شاء الله وحنفصل فيها. طبعا باكج حنخليها شويه قدام، لكن حنشرح التفاصيل الاخرى ان شاء الله في درس تالي. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.